ايوه امشي ايوه ايوه اللي عايز يمشي يمشي. هكذا تتعامل منصة العدالة في مصر مع هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وكان القضاة دائما ما يتجاهلون الرد على هذا السؤال. انت مين عمي؟ انت عارف انا فهم؟ السؤال هو أين أخفى الجيش المصري محمد مرسي منذ الانقلاب في 3 يوليو العام الماضي حتى ظهر في أول محاكمة له في 4 نوفمبر، أي ما يقارب 120 يوما كاملا من الإخفاء القسري. الإجابة جاءت في أحد التسريبات الأخيرة التي بثتها قناة مكملين لمحادثات تمت بين مسؤولين كبار في وزارة الدفاع، وتدور حول كيفية محاولتهم إخفاء الأدلة على مكان احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي. موقفنا خطير للغاية. ليه بقى؟ لأن مرسي هيتعرف حجزه، يبقى حبسه باطل وبالتالي يفرج عنه. السلطات نفت هذا التسجيل الصوتي وقالت إنه ملفق ومزور، ويبقى سؤال: هل ما جاء في التسريبات صحيح؟ الإجابة هنا في موقع جوجل إيرث، فبمقارنة صور الموقع للمنطقة التي احتجز فيها مرسي في أبو قير قبل نقله لسجن برج العرب، تظهر أن المبنى الذي احتجز فيه كان داخل المنطقة العسكرية. ثم تظهر نفس صور القمر الصناعي بعد ذلك بعدة أشهر أنه تم بناء طريق وسور ليفصل هذا المبنى عن المنطقة العسكرية، ما يعزز مصداقية التسريب وينسف بالقضية. شواهد أخرى تعزز ما جاء في التسريب، أبرزها مكالمة سابقة لوزير الداخلية المصرية اللواء محمد إبراهيم الذي أكد أن مرسي تم احتجازه في مكان لا يتبع وزارة الداخلية. ما كانش محتجز في السجن، كان متحفظ عليه في مكان ما، فما لم تطبق عليه لائحة السجون. مرسي نفسه قال في جلسة محاكمة السبت إنه خرج من مبنى الحرس الجمهوري يوم 5 يوليو، وأن قائد الحرس الجمهوري اصطحبه بالقوة الجبرية اعتبارا من يوم 3 يوليو، وأضاف أنه ذهب بطائرة من الحرس الجمهوري في اتجاه قناة السويس ثم جبل عتاقة، وأقلعت مرة أخرى إلى مطار فايد ثم إلى الإسكندرية، وعرف بأنه في قاعدة للضفادع البشرية وظل بها منذ مساء 5 يوليو حتى 4 نوفمبر. ملف خطير أثار الكشف عن بعض أسراره جدلا كبيرا، في حين تبقى العديد والعديد من الملفات المصرية مليئة بالأرن في وزارة الدفاع، وتدور حول كيفية محاولتهم إخفاء الأدلة على مكان احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي. ده موقفنا خطير للغاية. ليه بقى؟ لأن مرسي هيتعرف حجزه، يبقى حبسه باطل وبالتالي يفرج عنه. السلطات نفت هذا التسجيل الصوتي وقالت إنه ملفق ومزور، ويبقى سؤال: هل ما جاء في التسريبات صحيح؟ الإجابة هنا في موقع جوجل إيرث، فبمقارنة صور الموقع للمنطقة التي احتجز فيها مرسي في أبو قير قبل نقله لسجن برج العرب، تظهر أن المبنى الذي احتجز فيه كان داخل المنطقة العسكرية. ثم تظهر نفس صور القمر الصناعي بعد ذلك بعدة أشهر أنه تم بناء طريق وسور ليفصل هذا المبنى عن المنطقة العسكرية، ما يعزز مصداقية التسريب وينسف بالقضية. شواهد أخرى تعزز ما جاء في التسريب، أبرزها مكالمة سابقة لوزير الداخلية المصرية اللواء محمد إبراهيم الذي أكد أن مرسي تم احتجازه في مكان لا يتبع وزارة الداخلية. ما كانش محتجز في السجن، كان متحفظ عليه في مكان ما، فما لم تطبق عليه لائحة السجون. مرسي نفسه قال في جلسة محاكمة السبت إنه خرج من مبنى الحرس الجمهوري. أيوة أيوة اللي عايز يمشي يمشي. هكذا تتعامل منصة العدالة في مصر مع هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وكان القضاة دائما ما يتجاهلون الرد على هذا السؤال. أنت مين عمي؟ أنت عارف أنا فهم؟ السؤال هو أين أخفى الجيش المصري محمد مرسي منذ الانقلاب في 3 يوليو العام الماضي حتى ظهر في أول محاكمة له في 4 نوفمبر، أي ما يقارب 120 يوما كاملا من الإخفاء القسري.
الإجابة جاءت في أحد التسريبات الأخيرة التي بثتها قناة مكملين لمحادثات تمت بين مسؤولين كبار في وزارة الدفاع، وتدور حول كيفية محاولتهم إخفاء الأدلة على مكان احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي. ده الموضوع خطير للغاية. ليه بقى؟ لأنه مرسي هيتعرف حجزه، يبقى حبسه باطل وبالتالي يفرج عنه. السلطات نفت هذا التسجيل الصوتي وقالت إنه ملفق ومزور، ويبقى السؤال هل ما جاء في التسريبات صحيح؟ الإجابة هنا في موقع جوجل إيرث، فبمقارنة صور الموقع للمنطقة التي احتجز فيها مرسي في أبو قير قبل نقله لسجن برج العرب، تظهر أن المبنى الذي احتجز فيه كان داخل المنطقة العسكرية. ثم تظهر نفس صور القمر الصناعي بعد ذلك بعدة أشهر